هنشوف الأول خبر خفيف ثم ندخل بعد كده على تعليقات دكتور خالد منتصر اللاذعة، وأيضا في أخبار جديدة ومثيرة زي ما تعودنا. في الخبر الغريب ده هو من هاسبريس نبدأ بيه الحلقة، بيقول إيه بقى؟ بيقول عروسان من نيويورك طلب من ضيوفهما شراء تذاكر بقيمة 333 دولار للفرد لحضور حفل زفافهما. نوفا وريمو أراد إقامة الزفاف في كاتدرائية القديس باتريك الشهيرة، لكنهم اكتشفوا أن المكان وحده هيكلفهم 150 ألف دولار، فقرر بيع دعوات الحضور ل 350 شخص حضر منهم 60 مدعو فقط لرفض البقية فكرة الدفع. الناس بيختاروا الذهاب لحفل بيونسي لأنهم يعلمون أنهم سيحظون بتجربة رائعة، فقلنا لما لا نضع الضغط على الضيوف ونبيع تذاكر حفل الزفاف. واستفاد من قرروا شراء التذكرة من جولة بحافلة ذات طابقين لمدة 12 ساعة في مدينة نيويورك وعشاء فاخر من شراء اللحم، فيما وفر الزوجان مبلغا قدره 70 ألف دولار ينويان استخدامه لتأسيس عائلة. انتوا ايه رأيكم في الفكرة ديت؟ شاركونا في التعليقات. نيجي بقى لتعليقات دكتور خالد منتصر اللاذعة، كان نشر الصورة ديت للدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية الجديد، وهو بيقول علينا تحصين شبابنا من سيل الحداثة وما تحمله من مضامين، وعلق على الصورة وكتب إياكم والحداثة شير. أيضا كتب بوست منذ متى أحب إنسان أن يخرجه أحد من دفء القطيع؟ منذ متى اطمأن للسؤال المؤرق والمستفز؟ ستقرهك الأغلبية إذا أزعجتهم وحاولت إصلاح العصب البصري لعميانهم. وعلق على البوست دهوت عايز تجري جراحة زرع مخ بدون أعراض جانبية؟ عايز تقنع واحدة إنها اتخدعت واتضحك عليها 40 سنة من غير ما تكون عايزة تنتقم منك وتفجرك؟ عايز تقنع قطيع بقاله آلاف السنوات مقتنع بأن البئر القريب مسمم وأن عليهم قطع عشرات الكيلومترات للحصول على المياه، ثم يكتشفون أن البئر عذب وشافي وأن النبع البعيد هو السام بدون ما يكونوا عايزين يقتلوك؟ البئر القريب كان العقل الذي نعاديه ونكرهه، والبئر البعيد هو الخرافة والأكاذيب التي ندمنها ونعشقها حتى السمالة. أيضا خالد منتصر كتب أن تجتمع قنوات الإخوان ولجان السلفيين وتعليقات أرباع الموهوبين في هجمة رجل واحد عليك ووقحات وسباب ردا على بوست سطر ونص، فهذا وسام شرف. وفي التعليقات نشر الصورة ديت عاطف معجزة كفر الشيخ، لما نزلت حجار كريمة مكان البول الدكتور قال لأمي اعملي لابنك مقام وسميه الشيخ عاطف. ده تصريحه لتحيا مصر. ايضا كتب انا مش فاهم يعني ايه طالب كان طالع الاول تقهقر للمركز الخامس عشان ضافوا درجتين فيزياء، يا ريت حد ضليع ومطلع يفهمني. ونشر الصورة ديت تعديل قائمة أوائل الثانوية العامة علم علوم 2024. أيضا كتب انتوا ليه مش مصدقين ان مجدي يعقوب أسلم؟ ما الممثل العالمي نجم هوليود مورجان فريمان اعتنق الإسلام قبله، واللاعب العالمي رقم واحد ميسي، وقبله نجم ساحل العاج دروجبا، الاثنين نطق الشهادتين ما شاء الله، وفي اخبار منتشرة عن ان ترامب طالع عمرة رجب، وان ايلون ماسك بيصوم اثنين وخميس، وان توم كروز دلوقتي في اعتكاف في السيد البدوي. يا جماعة صدقونا، نحن قوم واثقون من انفسنا ومن افكارنا الدينية، ونفرح بهداية البشر والانضمام لخير امة. ونشر بقى الإثباتات للكلام اللي بيقوله دهوت، ومنها بعد أن باع اعتناق الإسلام مورجان فريمان يتصدر تويتر،
أيضا ميسي يعلن إسلامه بحسب كرة، حيث أعلن نجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي إسلامه حسب موقع كرة. وقال ميسي: الإسلام يحمل رسالة هادفة للسلام والمحبة، ومن الجيد أن يكون المرء مسلما لأن شخصية الإسلام تتجسد في المسلم، كما لو أنه ولد ليكون مسلما، وأمر الديانة هو حرية شخصية لا يمكن لأحد التدخل فيه. وأضاف: أنا على قناعة تامة بإسلامي، وكوني مسلما لا يعني أن يقل عطائي أو نقصان جزء من جسدي أو ما شابه ذلك. أتمنى ألا تتغير نظرة الناس إلي بعد إسلامي، خاصة إدارة برشلونة ولاعبيه وإدارة منتخب الأرجنتين ولاعبيه أيضا وغيرهم من المقربين والمحبين لي. هي يا جماعة ميسي أهو مسلم أهو، والخبر 11/8/2011، يعني أكتر من 13 سنة. أيضا أعلن أسطورة ساحل العاج ولاعب نادي تشيلسي دروجبا عن اعتناقه الإسلام التحاقا بسلسلة من اللاعبين الذين اعتنقوا الدين الحنيف. ونشر الداعية الإسلامي الدكتور محمد صلاح صورة للنجم الإيفواري دروجبا بعد أن أعلن إسلامه. محمد غانم كتب قصة أعتقد هتعجبكم، قصة حقيقية. سوري في السويد اشتهر باسم أبو عرب سواقة، شغلته يطلع شهادات سواقة للعرب بمبلغ تقريبا 3500 كراون، ما يقارب 350 دولار، يعني تدفع وتنجح باختبار السواقة. الزبون بيأتي قبل الاختبار ويدفع لأبو عرب المبلغ، إذا نجح يقول له مبروك، وإذا رسب يعيد له المصاري الفلوس يعني. استمر أبو عرب بنفس الأسلوب ده مع الناس، اللي يسقط يرجع له نقوده وهكذا. زادت الثقة بأبي عرب لدرجة إن الزبون بيعطيه المصاري ويقدم على الفحص، ولما بيسقط ما بياخدش الفلوس ويقول له أنا هحاول مرة تانية. المهم علمت الشرطة السويدية بالأمر، فتم إحضاره لاسم الشرطة واستجوابه، وصاروا يسألونه: أنت تعرف مين في مديرية فحص القيادة حتى يستطيع أن ينجح الناس وبكل ثقة؟ أجاب أبو عرب: أنا معرفش حد، ولا بعمري نجحت حد، الموضوع كله إن العرب متعودين على الواسطة وسمعوا عني، فبيجوا لغاية عندي ويدفعوا 3500 كراون على أساس إنني أستطيع أن أنجحهم، فيتقدموا إلى الفحص، إذا نجحوا أخدت أنا الفلوس، إذا سقطوا أرجع لهم الفلوس، وكل ده وأنا قاعد بالقهوة ولم أفعل شيء. ومضى علي سنتين على الحال ده، وشعبنا تعود يدفع عشان يمشي أموره، واللي فيه عادة ما بيبطلهاش. في خدمة جديدة بتقدمها الكنائس في بني مزار والبهنسة، نشروا البيان ده هوت على صندوق مكتوب فيه: أولادنا الغاليين، لو مصروفات المدرسة غالية ومش قادر تكملها حط اسمك ورقم تليفونك وعنوانك في الصندوق، هتلاقي حد يجي يفتقدك وفي منتهى السرية وهيتم سدادها. بين قوسين خدمة اسندني، عن بني يانوس اسقف بني مزار والبهنسة. فكرة جميلة وياريت تتعمم. المستشار عبد المجيد جابر كان ليه برضو تعليقات مثيرة، كتب: تدخل مسجد في اوروبا تجد الخطيب يصرخ لقد اعزنا الله بالاسلام واذل الكافرين، تخرج للشارع بعد الخطبة تجد كل اللاجئين في الشارع مسلمين. وعلق عليها كتب: وصل إلى أوروبا هاربا من الذين آمنوا، فاستقبله الذين كفروا أحسن استقبال، أعطوه راتب وبيت، لكنه تحايل على أهل الدار فطلق زوجته على الورق فقط،
لتنال بيت آخر من الدولة لتؤجره بالخفاء وترجع تعيش مع زوجها بالسر، ثم يسألني هل أجد هنا محل يبيع لحم مذبوح على الطريقة الإسلامية؟ أيضا نشر الخبر دهوت. رايح أخلص ورقة في شؤون الطلبة جامعة كذا، بسأل الموظف على أستاذ نادر، قال لي مجاش النهاردة. رحت أسأل موظفة تانية، قالت لي أستاذ نادر هو اللي كان بيكلمك من شوية وقال لك إنه مجاش. والمستشار عبد المجيد جابر علق على الخبر دهوت بكلمة واحدة: حصل. الصحفية جورجيت شرقاوي كتبت: خسارة فضيلة الشيخ شوقي علام لن يأتي مثله، ولا أعلم لماذا تم استبداله. بيتر كتب البوست دهوت ونشر صورة عمر عصر، وكتب عليه: اللاعب المحترف المصري اللي قدامك ده اسمه عمر عصر، بيلعب تنس طاولة وشارك في أولمبياد باريس. عمر امبارح طلع اتكلم مع عمرو أديب في مداخلة هاتفية، وحرفيا قال كلام ووضح حقائق عبارة عن فضايح بمعنى الكلمة. عمر قال ان الميدالية الأولمبية هي عمل جماعي وليس عمل فردي، وان الاتحاد مسؤول عن رعاية اللاعبين ودعمهم. عمر قال ان اتحاد تنس الطاولة هو اللي بيقف بيننا وبين تحقيق الميدالية الأولمبية، وده لان اولا الاتحاد ما صرفش ولا مليم على اللاعبين المتأهلين للأولمبيات من يناير 2024 لحد النهاردة، وان اللاعبين هم اللي صرفوا على نفسهم آلاف الدولارات في الفترة دي عشان يستعدوا بشكل جيد للأولمبيات. حد متخيل الكارثة؟ عمر قال انهم اكتشفوا ملف وهمي في الاتحاد مكتوب فيه ان اللاعبين كانوا في معسكر في ألمانيا لمدة 12 يوم بداية من 15 يونيو، تكلفة اليوم 225 دولار، يعني بنتكلم في أكتر من 100,000 جنيه. وفي الوقت ده تحديدا عمر أصلا كان في البيت مش لاقي تمرين، لأن المعسكر نفسه اتلغى يوم 12 يونيو. حد متخيل احنا وصلنا لإيه؟ خد الكارثة بقى اللي بعديها. عمر قال ان مسؤول المراسلات نسي يبعت اسم عمر عصر في البطولة الودية في بانكوك اللي كان هيشارك فيها قبل اولمبياد باريس عشان يستعد كويس، وكانت النتيجة ان عمر عصر ملعبش البطولة دي ورجعوه من المطار على الفاضي. فضايح حرفيا. عمر عصر قال انه اخد المركز الخامس، وده مركز محبط جدا بالنسبة له لانه بيحاول يجتهد كل مرة عشان يحقق ميدالية، لكن للأسف ما فيش حد بيدعمه نهائيا. حاجة تحزن جدا الحقيقة. اللعيبة بتاعتنا ما تستاهلش كده أبدا. علي الزيبق نشر صورة السباح الأمريكي مايكل فيليبس وكتب عليها: السباح الأمريكي مايكل فيليبس وحده لديه ميداليات ذهبية أولمبية أكتر من 162 دولة. تخيلوا، فيليبس هو الرياضي الأولمبي الأكثر تتويجا في التاريخ مع 28 ميدالية أولمبية، بين قوسين 23 منها ذهب. عندما كان طفلا تعرض للسخرية والمعاملة من قبل الأطفال بسبب حجم أذنيه وبسبب بنية وجهه، ولأنه كان يعاني من اضطراب نقص الانتباه. عانى فيليبس من اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط من قوسين ADHD كما ذكرنا، والذي تم تشخيصه عندما كان عمره 9 سنوات. كان من حسن حظه أن أمه تؤمن به، رغم أن معلمته في المدرسة الابتدائية قالت لها أنه لن يفعل ذلك. فكيف نجح؟ حولت والدة مايكل تشخيص ابنها إلى ميزة من خلال مساعدته على توجيه حياته إلى مجال أحبه وازدهر فيه، مما أفاده في النفس اللي هو بين قوسين الماء يوازنه ويهدئه
ويثبته وجعله يعبر عن مهاراته الخاصة والتعاون وهكذا. فإن النشاط الزائد السلبي بين قوسين الذي لم يسمح له بالجلوس بهدوء في الفصل وجد مكانه في الماء وأدى بمايكل إلى مستوى وظيفي عال بشكل استثنائي. ودي صورته مع 28 ميدالية، منهم 23 ميدالية ذهب. ليلى إبراهيم نشرت الصورة ديت للبطل المصري من الجزيرة، كانت الجزيرة هي جايبة الخبر ان هو اخد الذهب بدون ما تذكر كلمة مصر او انه مصري. كتبت لحظة تتويج لاعب الخماسي الحديث احمد الجندي بذهبية اولمبياد باريس وسط سعادة غامرة. فليلى ابراهيم علقت وقالت يعني كل ابطال الكون ليهم جنسية وبلد الا المصري عندكم ملوش جنسية. كريم جايين كتب بلا شك حماس يوم 7 أكتوبر أرادت أن تقضي على أي أمل في المستقبل لقيام دولة فلسطينية بجانب إسرائيل ونجحت نجاحا باهرا، بل هذا هو النصر الوحيد الذي حققته حماس، واللي مش شايف ده أنصحه يروح لطبيب عيون. وأي سياسي يتحدث عن دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة بعد اليوم عليه أن يستقيل ويذهب إلى الجامعة لدراسة السياسة والأمن القومي الدولي فورا. عمرو فهمي نشر صورة الكتاب ده هوت مكتوب عليه عذاب القبر للأطفال وعلق بكلمتين إيه ده صحيح ايه ده. فوكس 269 كتب نهاية سد الخيبة، 4 انزلاقات أرضية في أوغندا، 5 انزلاقات أرضية في كينيا، تشققات في سد السرج الركامي وتم تدعيمه بكتل أسمنتية، بفعل اندفاع المياه يتم كسرها طبعا، اختفاء كرة من الخريطة بسبب اتساع هوت تشققات الأخدود الأفريقي العظيم، تحرك الصفائح التكتونية واستثارة نشاط حزام الزلازل في أثيوبيا تحت السد مباشرة، تحرك صخور الأخدود بدوره رفع الصدع الأرضي مما استثار بركان ملاصق لهضبة الحبشة. ده مش كلامي، ده كلام المستشار هايدي فاروق نقلا عن تواصلها مع الأمريكان ديزاسترز، ده موقع مؤسسة رصد الكوارث الطبيعية، وإن مصير السد الحتمي هو الانهيار قريبا جدا مع فناء دولة السودان بالكامل ومعظم قرى أثيوبيا، وهيؤدي الانفصال جزء من الصومال تتجه للبحر مكونة جزيرة، وده بفعل الزلازل اللي هتحدث فور انهياره القريب. أنا عارف كويس إن الدولة المصرية مستعدة تماما لهذه اللحظة. اللي لفت نظري في كلام سيادة المستشار إنها قالت عن إن الجثث الغارقة هتتجه ناحية مصر، فأتمنى من الدولة إنها تتخذ إجراءات لمنع حدوث ذلك. والمستشار الفاضلة أعطت أسماء وأحداثيات للأقمار الصناعية وعرضت خرائط للانشقاقات والانزلاقات والنشاط البركاني والزلزالي للي يحب يراجع وراها. لو أعجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين، شكرا لكم.